لكن بالتأكيد مفيش بيت مصري أول ما بيدخل فصل الشتاء غيره تلاقي فيه وجبة شهيرة جدا جدا على المائدة المصرية. بالتأكيد إيه هي؟ طبق العدس. طبق العدس ده طبق الدفء كله، بتلاقي فيه طاقة، فيه حيوية، بتلاقي العينين كده بتطق الشرار أول ما بيطلع طبق العدس. بتحب العدس يا آية؟ بس العينين عارفة بالظبط، ده الكرتون. الكرتون بتطلع لعينك تعمل قلب كده لو حقيقة هتدفى الحقيقة. والعدس طبعا وجبة شتوية بامتياز، وفي كمان دراسات بتقول ان هو غني بالفيتامينات، مش دراسات يعني دي حاجة حقيقية، هو غني بالفيتامينات طبعا، بيساعد كمان على الشعور بالشبع. في بعض الناس بتقول هو لما بيساعد على الشعور بالشبع بيقلل الوزن، بس انا دي اول مرة اسمع المعلومة. انا اعرف ان العدس بيتخن يعني، بصي انا مش متاكده قوي، بس هو اعتقد ان هو بقوليات اكتر من هو نشويات، فما اعرفش حكايه ان هو بيتخن ولا لا، لكن المهم ان هو بيدينا طاقه. ف بالظبط بالظبط، فكل بيت مصري يستعد بقى مع موسم الشتاء للطبق الاشهر بالتاكيد، طبق العدس.